هل المراجعه والاستدراك راح يمس النقاط الخاصه بالرسوم التي تم ادراجها في كارت جريد والبرمي او في قضيه الامتياز الفلاحي امام الامتياز الفلاحي للاجانب ولا قضيه الاستيراد تاع 200%؟ اصبر شويه اصبر. احنا عندنا واحد المثل الجزائري يقول لك برزانات تبع الصوف. نعم. النص تاع القانون اسبوع اسبوعين يدرسوا مجلس الوزراء ويخرج، وهذاك الوقت نزلوا نشرحوا لكم ان شاء الله.